أعلن وزير خارجية السودان إبراهيم غندور فجر الجمعة فشل مفاوضات الخرطوم حول سد النهضة بين السودان وأثيوبيا ومصر. وأوضح غندور أن الاجتماعات شارك فيها وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات للبلدان الثلاثة وقيادات هندسية. ورفض الوزير السوداني تحديد ماهية الخلافات، لكنه قال إنها مسائل فنية، مستطردا هذا هو حال القضايا الخلافية تحتاج لصبر وإرادة. وأشار غندور إلى أنه لم يتم تحديد موعد جديد للجولة التالية من المحادثات. نتابع في هذا العرض مراحل مفاوضات سد النهضة. مشاهدينا للمزيد أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد علي الهندي الباحث في شؤون القرن الأفريقي. أرحب بك سيد الهندي، برأيك ما هو سبب فشل، طبعا ليس فقط الوزير المصري وإنما الوزير الخارجية السوداني أيضا أعلن فشل هذه المفاوضات ونسبها إلى مسائل فنية، برأيك ما هو السبب الحقيقي لفشل هذه المفاوضات؟ وطبعاً وزير الخارجية السوداني لم يكن بعيداً من الحقيقة، يعني لم جوابه لم يكن دبلوماسياً، وكان شخص المشكلة الحقيقية وهي المشكلة الفنية. كان معروف أن عندما ستجتمع اللجنة الفنية لتحديد للاتفاق على ما توصلت إليه الدول الثلاث في عنوان الخرطوم، هو أنه ستكون هنالك عقبات تتعلق بمدة ملء السد، ملء الخزان للسد، وطريقة التشغيل. الإشكالية التي وقعت هنا هو أن الجانب المصري يطالب بمدة طويلة جدا وهي تصل إلى 15 عاما لملء خزان. النقطة الأخرى أيضا يريد أن يكون له دور أكبر في تشغيل السد. هنالك نقاط فنية بدأت تظهر ما بين مرحلة وأخرى، من مرحلة المفاوضات إلى مرحلة إلى اتفاق المحادثات التي جرت أمس، وبالتالي كان من المتوقع في ظل اقتراحات مصر جديدة أن تفشل، لأن الجانب الأثيوبي بحاجة للعودة إلى الحكومة الأثيوبية من أجل المناقشة حول هذا الأمر. طيب، الوزير السوداني قال بأن هذا حال القضايا الخلافية تحتاج لصبر وإرادة، ولكن قال بأنه لم يتم تحديد موعد جديد للجولة التالية من المحادثات. هل عدم تحديد موعد لجولة قادمة يعني بأنه الخلاف مستحكم؟ هو كان من المتوقع حتى بعد إعلان الخرطوم،
هو أن فشل أو التحفظ الذي أبدته أثيوبيا والسودان من ناحية حول تقرير اللجنة الاستشارية، كان متوقع أن المفاوضات تدخل في مرحلة من الأخذ من الشد والجذب بين الجانبين، وكان متوقع أن الجانب المصري سيحاول أن يضغط، لكن الكروت التي سيأتي بها أو النقاط التي سيأتي بها الجانب المصري لم تكن واضحة. بالتالي هو ممكن أنا ما أقرأه مما يقول وزير خارجي السوداني هو أن المقترحات الجديدة للجانب المصري هي التي ستدفع بعدم تحديد مدة زمنية محددة للعودة إلى طاولة المفاوضات. وبهذا أعتقد هو يحاول إرسال رسالة إذا قرأناها بين السطور، هو أن أي مقترحات جديدة يجب أن يكون الاتفاق عليها من قبل بدلا من أن تطرح في طاولة المفاوضات، ومن ثم تلعب بدور في تعثر هذه المفاوضات والذهاب بها. يعني عملية الضغط أم ابتزاز البعض يراها؟ مصادر تحدثت عن أنه الوفد المصري عرض التعاون المعلوماتي، الوفد المخابراتي المصري عرض التعاون المعلوماتي مع أثيوبيا حول المعارضة الأثيوبية الموجودة في أريتريا مقابل استجابة أديس أبابا لمقترحاته. إلى أي مدى هذا فيه جانب أخلاقي، فيه جانب ابتزاز سياسي لأثيوبيا واستغلال مثل هذه القضايا لتحقيق مصالح؟ وإن صدق هذا الأمر، وإن كان هذا الأمر فعلا هو ما حدث في هذه المفاوضات، فهو يعني يضيف أو يزيد المسألة تعقيدا فيما يتعلق وحسن النوايا بين الطرف الأثيوبي والمصري في المفاوضات، لأن قضية النيل الأثيوبيين يروا أنها يجب أن تحل من خلال سياقاتها التاريخية وليس بمعزل عما جرى في السابق. الجانب المصري في السابق أوضح بأنه أو يعني صرح من خلال اجتماعات مفتوحة بأنه كان يعني يحاول زعزعة أمن واستقرار أثيوبيا على خلفية سد النهضة. فالتدخلات المصرية في داخل الشأن الأثيوبي على خلفية مياه النيل سابقا وعلى خلفية سد النهضة الآن أصبحت مزعجة بالنسبة للأثيوبيين، وكشفت يعني ضعف الجانب المصري في هذا الأمر. فتصور طرح مثل هذا سوف يؤدي إلى تعقيد الوضع أكثر وإلى وضع مصر في موقف يعني أكثر حرجا مما كانت عليه في السابق، إذا ما وضعناها في الحسبان الخلفية التاريخية. هو بعض المراقبين قال بأنه مشكلة مصر ربما أنها لم تتفهم أهمية سد النهضة بالنسبة للأثيوبيين، وأن مشروع سد النهضة هو تعبير عن نهضة أثيوبيا، وبالتالي لماذا برأيك مصر أو النظام المصري لم يستطع تفهم هذه الحاجة الأثيوبية؟ هو تاريخيا يعني عندما قدم مصر عبد الناصر في تمويل سد النهضة من صندوق النقد الدولي، أثيوبيا طلبت من صندوق النقد الدولي شرط أن يوضع بند واحد يذكر حقية أثيوبيا في مياه النيل. ما أغضب عبد الناصر وتوجه إلى تأميم قناة السويس من أجل تحقيق. فبالتالي بعد ذلك 59 في اتفاقية 59 طلب الجانب الأثيوبي أن يكون عضوا، فمصر رفضت هذا الطلب. فبالتالي تتراكم هذه الأمور. الجانب المصري في تصوري أنه تعامل مع قضية النيل وكأنها قضية يعني طريقة احتكارية. لم يعرف تماما بأن الجانب الأثيوبي يتجه نحو نهضة، وأن كينونة الحياة وسيرورة الحياة سوف تتسعي أن الأثيوبيين سيجلسون يوما ما ويطالبون بحقوقهم، لأن صراعات التنمية في المنطقة، صراعات الغذاء في المنطقة كلها كانت بوادر تشير إلى أن هنالك مرحلة ستأتي. الجانب السوداني من جانبه حاول كثيرا أن يلطف العلاقات بين الجانبين. رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل ملا الزناوي طلب عن طريق وسط السودانية الحكومة المصرية إلى الجلوس على طاولة مفاوضات من أجل مراجعة الاتفاقيات السابقة. الحكومة المصرية كانت ترفض هذا الأمر. الدبلوماسية المصرية فيما يتعلق وهذا الأمر في أثيوبيا كانت دائما تلجأ إلى تعيين سفراءهم أساسا ومهندسي ري. فبالتالي هذا الجو المشحون الذي خلقه مياه النيل أدى إلى أن أثيوبيا استطاعت أن تشحن الرأي العام تجاه معاداة مصر وتجاه توجيه أجيال جديدة من أجل أن تدعم هذا السد، وهي الآن استطاعت أن توفر مبلغا ضخما جدا من إيرادات مواطنيها في بناء هذا السد. هذا كله يوضح ما التراكمات التي ترك هذا الملف. أشكرك جزيلا السيد علي الهندي الباحث في شؤون القرن الأفريقي على حضورك معنا.
كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم بخير.